مراسة ابتدى 2019 بالصيفية كنا أنا because I come from بريطانيا معودة على الكاربوت سيلز فلي ماركت I've always wanted إنه نعمل ريسايكلينج أبسايكلينج تدوير إعادة تدوير تمكين المرأة تمكين الطلاب إنه يكون الكوميونيتي كلها سوا بمحل فن الناس تتعرف على بعضها تشتري أشياء اللي بتساعد البيئة تضل نظيفة كيف this is كيف إحنا ابتدينا إحنا بنعمل كل شيء هاند ميد بنحفر على خشب بنرسم بنحفر عمليات مع أدوية بنعمل أشياء كديكوريشن هوم أكيد بعد مدي صار الثورة وصار الانفجار اللي احنا كنا بوسط الانفجار فانفجرنا وخسرنا تقريبا كل شيء رجعنا رممنا هيدا المحل بعمل خلطات كشك زعتر جبنة لبنة بقلة وعلى الغداء بنعمل هوت لانش صحن يومي صار سوق خيري كتير معقول أسعاره للحرف اليدوية للأشياء الصنعة في لبنان حتى الناس خصوصا الستات يجوا يشتغلوا يعملوا شوية مصاري يوقفوا على إجريهم أنا بشجع خصوصا الستات والطلاب إنه يشتغلوا الأشياء بإيدهم ما تقولوا لي الدولار عالي وما فينا مدام نشتري ما بدنا نشتري بدنا تدوير إعادة تدوير بدنا نمكنكم لتوقفوا to sustain you dignified sustainable empowerment أنا ما بدي أعطيكم صندوق أكل أنا بدي أعطيكم سنارة بدي أعطيكم طريقة لتوقفوا على إجريكم نحن عنا كل شيء بوكس كتب قديمة جديدة وعنا شيء أنتيكا عنا عملة جراد سوق هلأ It needs a lot of help لأن نحن ما عنا أي NGO مساندي أنا بنادي وبناشد أي حدا حابب يجي يساعدنا يجي يشوف شغلنا لبنان رح ضلها واقفة إن شاء الله